تصطدم بالواقع أحيانا الظروف عكس ذلك. تتخرج من الجامعة، زميل لك له واسطة يعمل وأنت لا تعمل، تبحث عن فرصة عمل تبقى أحيانا 6 شهور وعام وعامين وأنت تبحث بلا عمل، يتولد الإحباط لدى الشباب. كيف لنا أن نقتل هذا الإحباط؟ والله سيدي أنا بدي ما عندي غير جواب ديني للموضوع. فضل. ديني محض. نعم. إذا كان ثلث الليل الأخير ربكم نزل إلى السماء الدنيا، نعم، يقول هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أنا ما بصدق إنسان توجه إلى الله، نعم، ودعاه مخلصا لشأن يصلح له، يصلح له دنياه ودينه، نعم، إذا استجاب الله له. يعني هو الحقيقة الدين كله كله دعاء. جميل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نحن في عنا أسباب وفي عنا نتائج، لكن في عنا دعاء كمان. الدعاء مخ العبادة. هذا الشاب الذي نال شهادة عليا وما أتيحت له وظيفة، ما بيقدر يقول يا ربي يعني أتمنى أن يكون لي عمل، ما بيقدر يكون يدعو إلى الله عز وجل. لماذا نهمل الدعاء؟ هو مخ العبادة. شاب يعني الله عز وجل حينما خلق هذا الإنسان يعني تكفل له برزقه. فأنا يعني هذا مداخلة دينية محضة. نعم. فإذا في عنا مشكلة عم يعاني منها الشاب، في إله يرى هذه المشكلة يا الله ويستجيب له ويسمعه، لكن نحن نأخذ بالأسباب. أما الموقف الإيماني الكبير أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. جميل. سهل جدا أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها وأن تنسى الله. جميل. وأسهل منا ألا تأخذ بها أصلا. فالغرب أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها وقع في وادي الشرك، والشرق لم يأخذ بها أصلا وقع في المعصية. جميل. فبين أن تقع في الشرك أو المعصية. أما الموقف، نعم، الإيماني الكامل المتوازن أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني حتى تقرأ الكتاب قراءة دقيقة عميقة مع التلخيص والمراجعة والحفظ، ويأتي يوم الامتحان يقول يا رب يسر لي النجاح. هذا هو التوكل. هذا الموقف الكامل. نعم. عنده سفر، راجع السيارة، رجع المحرك، العجلات، كل شيء راجعه بالسيارة، الزيوت، الأشرطة، رجع تمام. يا رب أنت الحافظ وأنت المسلم. أما أنت الحافظ من دون مراجعة. جميل. إذا هي هذه النصيحة الشرعية الاجتماعية للشباب حتى يواجه الإحباط، أن تأخذ بالأسباب ما استطعت، تبحث عن فرصة عمل، سيرة ذاتية ناجحة قوية مرتبة بطريقة ناجحة، تبحث في أكثر من مكان، لا تتوقف عن البحث. وبذات الوقت فثلث الأخير من الليل سهام الليل لا تخطئ. أبدا. من فعل كلتا القضيتين فقد توكل حق التوكل على الله. تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله.